البريدية لا انا ما خايف. السلام عليكم، انا ياسين بائع الدجاج اللي هجمت عليا الانجليزيه. انا كان بانايا كنترزق الله، وهي تجات هجمت عليا قالت لي طلق الدجاج، وانا كنترزق الله. هاد الطرق يمشي مره، وحنا حيت مشي بالانجليز، احنا في المغرب كنترزقوا فيه الله. هادشي اللي كاين. ايوا ضربات نيف هذاك، راه جاو الناس هنا، حتى جاو البوليس داوا عاد مشات هي. لا رست لي غير البيض، رست لي غير البيض، وهي من فوق كانت سكرانه مره طايحه. الانجليز لا والو، يا هذا والو، ما بغاتش شي. طلق الدجاجة. لا تنزلت له. صافي ما بغيتش هذاك، راه صافي ما عنديش شي الوقت، ما بغيتش عاد نتبعها ولا جاتني غريبة. انا كنبيع وهي جات اول مرة في حياتي، ما ارتحل وانا هنا، جات هي اول مرة جات لعندي لهنايا. شي اللي سمعت قالت تاني في هذيك العشية مشات عند شي واحد اخر تاني، قالت له نفس الديكور، طلق الدجاج وهذا. هي انا ما نشرحوا لها، ولا جا واحد السيد هضر معاه بالانجليز وهذا، هي ما يشرح لها وما بغاتش. طرقوا هي طرقوا والسلام. راه قديم، راه فوق 4 سنين وانا هنايا. عمرك ما تعرضت شي لهاد الوجوه؟ لا ما عمري تعرضت لهاد الوجوه، اول مره في حياتي. اجنبيه اجمتي هنا، راه هادشي غريب. مشي